من الأشياء اللي دائم أحرص عليها المكسرات البرازيلية، طبعاً باعتدال. كلنا نعرف أنها أغنى تقريباً مصدر بالسيلينيوم. السيلينيوم المهم جداً للمناعة، المهم جداً لوظيفة الغدة الدرقية والديتوكس وأشياء كثيرة. فيها برضه الإيلاجيك أسيد، هو المكسرات هذه فيها الإيلاجيك أسيد والسيلينيوم. طبعاً هذه كثير من الدراسات نصت على إيجابيتها بالنسبة لصحة دماغنا يعني. فيها مغنيسيوم، فيها فوسفور، فيها نحاس، فيها أشياء كثيرة، أيضا فيها فيتامين إي حتى. ممتازة جدا. يعني الواحد يأكلها في يوم كذا مثلا. لو قال واحد قال سعرها غالي، أنت ما أخذها، أنا وجهة نظري، ما أنت ما أخذها زي ما أنت تأكل الأشياء لا يا أخي، أنت تأخذ زي ما تأخذ من العسل، العسل تأخذ ملعقة في اليوم، ما هو زي كمية أكل لحم الدجاج مثلا أو اللحم الأحمر، فهي تأخذ بكميات قليلة يعني زي كذا في اليوم، أشوف أنها كافية. حتى أن بعض الخبراء قال أن حبة واحدة تكفي غدتك الدرقية، لكن أنا يعني الكلام هذا ما وافق 100% على إطلاقه. هي حبة واحدة أوكي، لكن الحبة هذه بتمشي تلقى أشياء ثانية في الجسم تحتاجها ما بتوصل كلها للغدة الدرقية، فالأحسن أن نأخذ راحة اليد كذا، يعني تجي 5 6 حبات تكفي.